فضيلة الشيخ محمد، عرفنا في حلقات ماضية عن الغاية من خلق البشر، كما عرفنا مفهوم العبادة، وعرفنا أيضا التوحيد وأقسامه الثلاثة وحكم صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. لكن يبقى معنا شيء مهم جدا، وهو معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشهادتان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما مفتاح الإسلام، ولا يمكن الولوج إلى الإسلام إلا بهم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يكون أول ما يدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأما الكلمة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله، فأن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه لأنه لا معبود إلا الله عز وجل، لأن إله بمعنى مألوه، والتأله التعبد، والمعنى أنه لا معبود إلا الله تعالى وحده. وهذه الجملة تشتمل على نفي وإثبات، أما النفي ففي قوله لا إله، وأما الإثبات ففي قوله إلا الله. والله بدل من الخبر المحذوف خبر لا، لأن التقدير لا إله حق إلا الله، فهو إقرار باللسان بعد أن آمن به القلب لأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذا يتضمن إخلاص العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه. وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة حق، يتبين الجواب عن الإشكال الذي يريده كثير من الناس، وهو كيف تقولون لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله، سماها الله آلهة وسماها عابدها آلهة، فقال الله تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر. كيف يمكن أن نقول لا إله إلا الله مع ثبوت الألوهية لغير الله عز وجل؟ وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله والرسل يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في لا إله إلا الله، فنقول هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة، ليست آلهة حقها وليس لها من حق الألوهية شيء. ويدل لذلك قوله تعالى ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذ قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إذن فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فأما المعبودات سواه من الرسل أو الملائكة أو الأولياء أو الأحجار أو الأشجار أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقة، أي ألوهية باطلة، بل ألوهية الحق هي ألوهية الله عز وجل. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. نريد أيضا شهادة أن محمد رسول الله. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله
فهو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب، لأن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وأن تمتثل أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. ومقتضى هذه الشهادة أيضا أن لا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا من الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع والضر إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فهو عبد مأمور اتبع ما أمر به. وقال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وبهذا المعنى نعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه أن ينزله المنزلة التي أنزله الله تعالى، وهو أنه عبد الله ورسوله. لكن ما الفرق بين الاعتراف باللسان والقلب، وهل يلزم الجمع بينهما؟ نعم، الفرق بين الاعتراف بالقلب واللسان ظاهر، فإن من الناس من يعترف بلسانه دون قلبه كالمنافقين. المنافقون يقول الله عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن قال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء اعترفوا بألسنتهم دون قلوب. وقد يعترف الإنسان بقلبه لكن لا ينطق به، وهذا الاعتراف لا ينفعه بالنسبة لنا ظاهرا. أما فيما بينه وبين الله فالعلم عند الله أو فحكمه إلى الله، لكنه في الدنيا لا ينفعه ولا يحكم بإسلامه ما دام لم ينطق بلسانه. اللهم إلا أن يكون عاجزا عن ذلك، عاجزا حسيا أو حكميا، فقد يعامل بما يقتضيه أو بما تقتضيه حاله. فلا بد من الاعتراف بالقلب واللسان. هو الذي جرنا إلى هذا السؤال أن هناك فريق من الناس الآن إذا دعي إلى العبادة قال إن الله رب قلوب، وهذا الذي نريد أيضا التعليق عليه. نعم، نحن نقول إن الله تعالى رب القلوب واللسان والألسن، وليس رب القلوب فقط. والقلوب لو صلحت لصلحت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الحديث يبطل كل دعوى يدعيها بعض الناس إذا نصحته في أمر من الأمور مما عصى الله به، قال لك: التقوى ها هنا. وهي كلمة حق أريد بها باطل، والكلمة قد تكون حقا
في مدلولها العام، لكن يريد بها القائل أو المتكلم معنى باطل. ألا ترى إلى قول الله تعالى: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا وصدقوا فيما قالوا، فلو شاء الله ما أشركوا، ولكنهم لا يريدون بهذه الكلمة حقا، بل يريدون بها تبرير بقائهم على شركهم ورفع العقوبة عنهم. ولهذا قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، فلم ينفعهم الاحتجاج بالقدر حين أرادوا به الاستمرار على شركهم ورفع اللوم عنهم والعقوبة. أما الواقع فإنه كما قالوا لو شاء الله ما أشرك، كما قال الله تعالى لنبيه: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا. لكن هناك فرق بين الحالين، الله قال لنبيه ولو شاء الله ما أشركوا ليبين أن شركهم واقع بمشيئته وأن له الحكمة سبحانه وتعالى لوقوع الشرك منهم، وليسلي نبيه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر الواقع منهم بمشيئته تبارك وتعالى. فالمهم أن هذا الذي قال لما نصحته التقوى هاهنا قال كلمة حق لكنه أراد بها باطل. الذي قال التقوى هاهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي قال التقوى هاهنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان القلب تقوى لزم أن يكون في جوارح تقوى، والعمل الظاهر عنوان على العمل الباطن. بقي معنا في وقتنا هذا ما يزيد دقيقتين وينقص عن الثلاث، ونريد فيه أن نعرف الإيمان المفهوم والأركان ولو بصورة مختصرة. الإيمان؟ يعني ما هو الإيمان؟ ما مفهومه؟ الإيمان له مفهومان: مفهوم لغوي وهو الإقرار بالشيء والتصديق به، ومفهوم شرعي وهو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. فلا يكفي في الشرع أن يقر الإنسان بما يجب الإيمان به حتى يكون قابلا ومذعنا. فمثلا لو أقر الإنسان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه رسول الله لكن لم يقبل ما جاء به ولم يذعن لأمره فإنه ليس بمؤمن. ولهذا يوجد من المشركين من اعترفوا وأقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنهم لم ينقادوا له ولم يذنوا، بل بقوا على دين قومهم، فلم ينفعهم هذا الإقرار المجرد عن القبول والإذعان. فالإيمان في الشرع أخص من الإيمان في اللغة، وقد يكون الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة. فالصلاة مثلا من الإيمان شرعا، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، لكنها في اللغة لا تسمى إيمانا لأنها عمل ظاهر. والإيمان في اللغة من الأمور الباطنة. فإذا إذا أردنا أن نعرف الإيمان الشرعي فنقول فيه هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فإن لم يكن مستلزما لذلك فليس بإيمان شرعا. نعم. لكن هذا المفهوم أيضا هل هو المفهوم الذي قاله صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإيمان؟ نعم، لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الحقيقي يستلزم القبول والإذعان. نعم. فمن قال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولكن لم يقبل ولم يذعن لن ينفعه هذا القول. لكن ولا الإيمان بالقلب أيضا، لا بد أن يذعن أن يقبل ويذعن.
لكن إذا سئل الإنسان عن الإيمان هل يقول مثلا هو الإقرار المستلزم لقبول الأفعال أو يقول هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ نعم نحن نقول إنها القبول والإذعان. وإذا قلنا بهذا وأراد أن يفصل يقول تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم إن تفسير الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله. إذا نجعل التفسير إن شاء الله في بداية الحلقة القادمة حتى نتكلم. شكرا لكم الله. فضل الشيخ محمد.